الباب الحادي عشر وثلاثمائة. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخا. رواه مسلم.